بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سمعنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه وفتوى. إذن نصحبكم فيها للاستماع إلى أسئلتكم واستفساراتكم التي سيتولى الإجابة عليها بإذن الله فضيلة الشيخ أبو عبد السلام، والذي نرحب بفضيلته. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. مرحبا بك. وعندي سؤال ثاني عن الأم تاعي في الغدة تاعها. نعم. عندي الجدة تاعي دارت العرس تاعها في هذه الأيام وتفرض عليها أنها تروح. الجدة دارت العرس؟ دارت العرس تاعها وتفرض عليها أنها تروح، والأم تاعي مسكينة ما حبتش تروح. دوكا أعطيني الحل برك واش دير؟ هذا ما كان. إن شاء الله نجاوبك. شكرا فضيلة الشيخ. شكرا. أمها في عدة، نعم، وجدتها لها عرس وتلزمها بالحضور، تلزم بنتها، بنتها اللي في العدة بالحضور. أولا المعتدة من وفاة، هناك من الفقهاء من يتشدد معها ويقول لا تخرج إلا للضرورة، وسمى بعضهم هكذا، قال لا تحضر عرسا ولا مأتما، هكذا لا تحضر عرسا ولا تأتي مأتما، يعني ما تحضر جنازة ولا تحضر عرس. لكن الفقهاء المتيسرين من الفقهاء المالكية المتأخرين قالوا بالعكس، حتى المتقول القدامى قالوا جاز للمعتدة من وفاة أن تخرج لقضاء مصالحها، بل جاز لها أن تخرج حتى للفسحة، يعني إخراج الضيق على نفسها. نعم، إذا ضاق خاطرها، ضاق خاطرها يجوز لها أن تخرج على أن تعود إلى بيتها قبل المغرب، يعني قبل حضور الليل، لأن الليل لا بد أن تعود إلى بيتها وتقضيه في بيت زوجها. ففي أخذ بهذا اليسر هذا نقول تقدر تروح تشاهد يعني الفرح نتاع أمها وتفرح أمها وما تغضبهاش، لأن إرضاء الأم راه عنده حاجة كبيرة، لكن في غير المعصية، لأن هذا ما فيش معصية إن شاء الله، تروح وترجع لبيتها قبل المغرب. والله أعلم.